رسائل من الجمهور لماهر همام، هنشوف الجمهور هيقول ايه لماهر همام ونرجع بعد كده نخش في العميق بقى. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا برجاوي. كابتن ماهر همام يعني من احسن السرد باكات او المساكين اللي جم في الاهلي، وماهر همام يعني مطوشته كلها مميزه وكان بيغطي على ناس كتير، وحظه ان الاعلام ما ادوش حقه. يعني كابتن ماهر همام كان احلى مساك جه في مصر من زمان لغايه دلوقتي. كان مدافع شديد، يعني سوري في الكلمه يمكن غلس شويه، لانه لازم يخش على الكره وياخدها من اي حد بيلعب قدامه. كابتن ماهر همام ده من ضمن الناس الكبار، يعني من عظماء الكوره في النادي الاهلي طبعا، والجيل الذهبي الجيل بتاع محمود الخطيب واحمد عبد الباقي وجمال عبد العظيم وصفد عبد الحليم. كابتن ماهر من ضمن قيمه وقامه كبيره في النادي الاهلي طبعا. كابتن ماهر همام من اكتر الناس اللي حبيتهم كمدافعين في النادي الاهلي، اللي انا فاكره عنه ان هو من اطول الناس اللي قعدوا في مركز الدفاع في النادي الاهلي ومنتخب الوطني. كابتن ماهر همام ربنا يديله الصحه، كان لعيب متزن، لعيب عاقل، كنت لما بيلعب ورا او بيلعب قدام اي حد راح كان بيطمن بصراحه. كابتن ماهر همام طبعا واحد من ريحه الزمن الجميل اللي بنتمنى ولو أي حاجة منه دلوقتي. مبارياته كتيرة سيان مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، طبعا ما ننسلوش مبارياته بين الأهلي والزمالك وبين الأهلي والإسماعيلي وبين الأهلي والمصري اللي بنقول عليها مباريات قمم. والله كابتن ماهر فاكرين له حاجات كتير جدا، راجل من احسن السردباكات اللي جت في مصر وفي النادي الاهلي. كابتن ماهر همام كان بيتميز بالروح القتاليه، بيتميز بالرجوله في الملعب، بيتميز بقرايه الملعب. اعتقد ان الفتره اللي لعب فيها كابتن ماهر همام سردباك ما جاش في النادي الاهلي جون من ضربه ركنيه، ما افتكرش ابدا يعني، ان لم تخني الذاكره يعني. لكن كابتن ماهر كان بيتميز بحاجات كتيره جدا في كره القدم، بخلاف بقى خارج الملعب راجل في منتهى الأخلاق والتواضع والأدب. وأنا تعاملت معه شخصيا في رحلات كتير للنادي الأهلي، كنت برافق النادي الأهلي في الفترة دي يعني. راجل من أحسن الناس اللي الواحد يتعامل معهم في كرة القدم يعني. شوف البصمة اللي بيسيبها اللاعب بالنسبة للجماهير عاملة إزاي يا ماهر؟ ده حاجة جميلة يا كابتن، دي تحملك مسؤوليه هذا. وتقول للاجيال اللي جايه ان اللعيب اللي بيترك بصمه كويسه للجماهير جمته فتره فاكره لحد ربنا ما يديك العمر والصحه. بالظبط يا كابتن. انا طبعا بتشكر للكلام الجميل اللي اتقال عني وعن تاريخي، وده وسام على صدري يا كابتن مصطفى بصراحه يعني. انت راضي عن مشوارك؟ الحمد لله رب العالمين يعني، الحمد لله يعني في التدريب وفي طبعا يا كابتن مصطفى انا خدت محطات، اهم محطتين ليا في التدريب طبعا في المراحل الاولانيه، المراحل السنيه ثم الفريق الاول ثم منتخب مصر. المراحل التدريبيه كابتن مصطفى انا طبعا محظوظ وسعيد ان اشتغلت 95,000 مدرب مع الفريق الاول، مع الاثنين الالمان، مع نخبه من النجوم الجمال، ثم منتخب مصر مع كابتن محسن صالح مدرب عام 2002 و2004. دول اهم محطتين بالنسبه لي في حياتي يعني. طيب.